ما شاء الله. هذا القرآن الكريم خط اليد 600 سنة عمره. 600 سنة من كتبه؟ كتبه جاي من 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 التاريخ ما شاء الله. ولكن أقدم قرآن هو ببرمنغهام بإنجلترا. 600 سنة مكتوب بخط يد ليس مطبوع. لا 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 لا. ما شاء الله ما شاء الله. عيب سنة ليل ونهار بدون 400 سنة. نعم يعني حد يجي يقرأ هون بالليل بالنهار 24 ساعة